المكاتب هتتحطها. ماشي يا سيدي. لما تكون جاهزين قولوا لي يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم بالأمس إتمام عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية في ليبيا بالتعاون مع منظمة الأسلحة الكيماوية الدولية، وقد شارك في هذه العملية عدد من الفنيين الليبيين وعدد من الفنيين من الدول الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وعدد من المنظمات الأخرى. تم هذا الأمر بالأمس، فالآن تم التخلص من كافة الأسلحة الكيماوية في ليبيا، وقد تم احتفال في موقع العملية في الرواغة بالجفرة، واحتفل أمس في فندق المهاري في طرابلس في مؤتمر صحفي وحفل استقبال حضره معظم الأطراف، وتأكد بذلك انتهاء هذا الملف الخطير. المؤمل والمرجو أن يتم أيضا التعامل مع الأسلحة التقليدية التي أصبحت مهدد للأمن العام وخطر على المواطن وخطر على المدنيين. بدأنا في مساعي مع المجتمع الدولي، وشكل فريق برئاسة أحد العسكريين الليبيين المتخصصين لمتابعة هذا الأمر، وتبدأ الحكومة في أقرب وقت ممكن في تحقيق ذلك. الأمر يحتاج إلى تفهم وتضامن المواطنين في هذا الموضوع، لأن الأمن لن يستتب ما دامت الأسلحة منتشرة بين الناس عند المجموعات وعند الأفراد، ولن تقوم جيش أو شرطة ما دام الجيش والشرطة تواجه بالأسلحة الثقيلة من قبل المواطنين ومن قبل المجموعات المسلحة. من الأمور المهمة التي قامت بها الحكومة، تم منح الرقم الوطني للأطفال الليبيين بحكم القانون، أي المجهولين النسب، وهذه قضية إنسانية مهمة. قرر مجلس الوزراء منحهم رقم وطني بحكم أنهم ليبيين بحكم القانون، وقد تم ذلك فعلا. أيضا قطعنا خطوات مهمة في إنجاز رقم القيد المؤقت للأشخاص الذين لا يحملوا الجنسية الليبية أو لم تكتمل إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية. هذا رقم القيد المؤقت سيهيئ لهؤلاء فرصة للعمل وفرصة للتعامل مع المصالح العامة مثل التموين، الجمعيات، الدراسة. سيكون رقم قيد، وعندما تكتمل إجراءات جنسية هؤلاء سيحصلون على رقم وطني. والذين مقيمون إقامة طويلة في البلاد يحتفظون بهذا الرقم حتى يضمن لهم إتمام كافة إجراءاتهم في مؤسسات الدولة. من الأشياء المهمة التي أود التنويه إليها، المشروعات الإسكانية المتوقفة، المشروعات المتوقفة والتي تنفذها شركات أجنبية، ولم ترجع هذه الشركات لتنفيذ مشروعاتها وتأخرت. نحن مقدمين على تمكين الشركات الوطنية القادرة من أن تتولى هذه المشروعات وتنفذها، لأن الشركات لم تأتي ولم تلتفي بالتزاماتها، وهذه الشركات الوطنية التي سيتم اختيارها بعناية ودقة لنتأكد من أنها قادرة ستتولى هذه المشروعات. أيضا نحن بصدد اعتماد مشروع مدينة طرابلس الجديدة بمساحة 14 ألف هكتار. هذا المشروع مجلس الوزراء بصدد اعتماده، وكذلك مدن أخرى مثل بنغازي، التي طرابلس كانت مساحتها 18 ألف هكتار، بنغازي ستكون 10 ألاف هكتار، وكل من مدينة سبها، مصرات الشرقية على البحر، البيضة، سيكون كل واحدة منها 4000 هكتار. هذه المشروعات ستتم من خلال مشاركة القطاع العام والخاص، ستمكن أيضا البنوك والمصارف من المشاركة.
كذلك شركات الاستثمار والجهات الاستثمارية المختلفة، حتى تكون هذه المشروعات ذات جدوى، وحتى نضيف بعد جديد في الجانب الإسكاني والجانب الاستثماري كي ننتقل من الوضعية الحالية إلى وضعية أفضل. هناك ستؤسس هيئة تسمى هيئة التجمعات العمرانية للإشراف على هذه المشروعات الجديدة. هذه الهيئة سوف لن تتولى عملية الإشراف على التنفيذ والتخطيط، ستتولى أيضا عملية بكاملها بالتنسيق مع قطاع الاستثمار، مع البنوك، مع كافة الجهات التي ستتولى هذا الأمر، لأن هذا الأمر له جانب مصرفي وله مالي وجانب استثماري وجانب يتعلق بمتابعة الجوانب اللوجستية الأخرى المتعلقة بهذا المشروع. نحن صدرت بعض التصريحات في داخل المؤسسة العسكرية، كنا في اجتماع مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع على تواصل مع لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام ليطلعها من خلال الوثائق الموجودة عن حقيقة الأمر. نحن لن نريد أن ندخل الدولة تدخل في تصريحات صحفية فيما بين أركانها وتشوش الشارع وتثيره، لكن لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام ستعلم بحقيقة الأمر الذي تم الحديث عنه، وأنا متأكد إذا أعلمت اللجنة، اللجنة ستكون على بينة حقيقية مما يجري. هذا ما وجب التنويه إليه اليوم في هذا الموضوع، ونتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا جزيلا.